مشاهدينا، معنا لأكثر تحليلا ولمزيد من التحليل للمشهد برمته، مشهد منتدى شباب العالم، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك معنا سيادة السفير. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا سيادة السفير. العنوان العريض والأكبر لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة هو الإنسانية بصورتها السامية، يأتي بعدها الكثير من المضامين السياسية الاقتصادية الاجتماعية والتكنولوجية وغيرها من المفاهيم الأخرى، لكن أسألك عن الشق السياسي بشكل يعني خاص في هذا المنتدى. فكرة التمثيل السياسي في منتدى شباب العالم منذ يوم الافتتاح وحضور القضية الفلسطينية من خلال أبو مازن بالتأكيد، ولي العهد الأردني، رئيس وزراء لبنان، هذا الحضور والتمثيل السياسي كيف تقرأه ورسائله وهذا المشهد، ما وصفك له؟ يعني طبعا بشكرك على المقدمه الطيبه اللي حضرتك اثرتي تغطي بيها موضوعات كثيره. طبعا اختيار الدول اللي بتشارك في هذا المنتدى اكيد بيبقى لها مغزى سياسي ومقصود ارسال رسائل من خلال دعوه القاده اللي بيمثلوها، وبالتالي انا اعتقد انه مصر قدرت انها تضع قضيه فلسطينيه مره اخرى في موقع الصداره وموقع الاهتمام عندما يرى شباب العالم ان مصر مهتميه بدعوه الرئيس ابو مازن. اعتقد ان ده في حد ذاته بيدي او بيلقي الضوء مره اخرى على اهميه هذه القضيه واهميه انشغال مصر بها ومحاوله وضع حلول سياسيه لهذا يعني الموضوع الذي طال امده لفتره طويله. ايضا فكره وجود السيد رئيس وزراء لبنان، اعتقد ان لبنان الجريح في المرحله الحاليه يحتاج فعلا كل التضامن معه وكل الوقوف بجانب هذا الشعب العظيم. وطبعا الاردن هي بتشكل مع مصر نموذج خاص جدا للعلاقات العربيه، ويمكن حضرتك تعرفي انه التجمع الثلاثي اللي هو العراق الاردن مصر ده يعتبر نواه جيده للعمل العربي المشترك. وبالتالي تواجد رئيس ولي عهد الاردن اعتقد ان هو بيرسل رساله ايضا ان مصر معنيه تماما في المرحله الحاليه بتضامن عربي واسع وتضامن عربي يكون له قوه فاعله في مرحله التحديات غير المسبوقه اللي بتمر بها المنطقه. فاذا حضرتك زي ما قلتي المنتدى له طابع انساني، ولكن طبعا السياسه تبدا دائما من فكره الانسانيه، من فكره قبول الاخر، من فكره وجود قدر كبير من التفاهم وقبول الاخر. ده بحد ذاته بيمهد لسياسات اكثر قبولا واكثر فعاليه في حل المشاكل. فانا بشوف ان هذا المؤتمر يعني ده يعتبر امم متحده شبابيه تستطيع فعلا ان هي تتعامل مع قضايا كثيره سواء كانت في منطقتنا او حتى خارج المنطقه. وطبعا الاهتمام بموضوع الكورونا وموضوع تغير المناخ ديت اهتمامات تعتبر سياسيه ايضا وليست فقط معنيه بالحياه الخاصه بالبشر. سيادة السفير، هذا هو بيت القصيد ما يتعلق بالعالم ما بعد جائحة كورونا، كيف تغير سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا، ويعني أوجه الحياة المختلفة تغيرت. هذا الطرح موجود وتمت معالجته في المنتدى بشتى الصور، حتى الصورة الفنية كانت رائعة وحاضرة في منتدى شباب العالم فيما يتعلق بالعالم ما بعد الجائحة. هنا أسألك عن هذه الفكرة بالتحديد، سياسيا كيف تغير وجه العالم وأين يتجه العالم سياسيا؟ هل مزيد من التشاركات والتفاعل الدول مع بعضها البعض، أم هناك أيضا صراعات قادمة بصور وبأشكال مختلفة؟ يعني كان من المفروض أن هذه الجائحة هي تطلق صيحة خاصة بالوفاق ما بين الدول العالم كلها للوقوف وقفة واحدة أمام هذه الجائحة اللي هي يعني بتصيب الجميع بدون اعتبار أي حدود أو أي موقع جغرافي.
ولكن للاسف ما نقدرش نقول ان احنا العالم قدر ان هو يعني يعلو بسياساته ويصل الى هذه المرتبه، مرتبه الوقوف صف واحد لمواجهه هذه الجائحه. وكان نتوقع ان يكون في قدر من الوفاق اكبر في ما بين القوى الكبرى على الاقل في هذه المرحله، ولكن طبعا زي ما حضرتك شايفه الموضوع في مشاكل كثيره في العالم، وفي اعاده لتنظيم النظام الدولي مره اخرى باختلاف كبير جدا عما كان من قبل. وبالتالي انا بشوف ان الفتره القادمه يعني لدينا لسه لدينا فرصه، زي ما السيد الرئيس قال دايما المحنه بتولد يعني فرص كثيره. املنا فرصه كبيره، واعتقد انه الشباب الموجود في المرحله الحاليه في شرم الشيخ يستطيع ان هو يطلق بيان قوي بيناشد فيه كل زعماء العالم بانه فعلا ان هم ينحوا منحى اخر، ومنحى فيه قدر من التعاون والقبول للاخر والوقوف صف واحد امام هذه المحنه، ويمكن يصل صوتهم الى الزعماء والقاده. ولكن للاسف هتظل الصراعات موجوده وهتظل الاختلافات موجوده، ولكن يمكن يعني الصيحه التي تطلق من مصر في اخر ايام هذا المؤتمر قد تكون فعاله الى حد كبير، وقد تكون لها تاثير فعلا ويصل الى متخذ القرار في عده دول. نعم، مشكلة الفقر ومواجهته، وأيضا مشكلة إعادة إعمار مناطق الصراعات وما بعد الصراعات، ملفات سياسية شائكة غاية في التشعب ومرتبطة بالشق الاقتصادي بشكل كبير، كيف وجدت يعني طرح هذه القضايا في المنتدى ومعالجة المنتدى لها، وأيضا إشارات ورسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الملفات كيف قرأتها سيادة السفير؟ فخامة الرئيس طبعا يمكن نقدر نقول ان هو ربط ما بين هذه الموضوعات بعضها البعض، ولان في فعلا قدر كبير من التسلسل في معالجتها، لان حضرتك لن تستطيع ان انت تعيد الاعمار الا بوجود نظام صحي قوي يستطيع ان هو يقف امام الكورونا، ويستطيع ايضا ان هو يحمي شعوب الدول التي دمرت او دمرت البنيه التحتيه الخاصه بها بدون ما يكون في رعايه طبيه صحيحه، وايضا بدون ما يكون في مواجهه لتاثير تغير المناخ على هذه الدول. فاذا احنا امام حزمه واحده من التحديات وحزمه واحده من المخاطر، وتتطلب فعلا تكاتف كبير جدا ما بين كل دول العالم، لان طبعا العبء الاقتصادي والمادي هيكون كبير جدا للوصول الى مرحله يعني العمل في التوازي في اعاده الاعمار وفي مكافحه الكورونا وفي مكافحه تغير المناخ. انت امامك ثلاث تحديات في قويه جدا غير مسبوقه لم يرى العالم مثلها من قبل، وبالتالي هناك يعني ضروره والحاح ان يكون في عمل جماعي مشترك قايم على فكره القبول للاخر، وان الجميع يجب ان يكونوا رابحين، ما يكونش في طرف خاسر في الفتره القادمه. فده يعني تحدي امام العالم، اتمنى ان عام 22 يكون فعلا عام مواجهه هذه التحديات او ثلاث تحديات اللي احنا اتكلمنا عنهم، لان هم مربوطين ببعضهم البعض، ولا تستطيع حضرتك ان تتقدمي في احد التحديات بدون ما يكون هناك حزمه واحده للعمل المشترك في مواجهه الثلاث تحديات. نعم. سيادة السفير، يعني هذا المنتدى الكثير من المحللين يرون انه ربما بروفة أو صورة مصغرة لما سيتم في قمة المناخ المرتقبة بإذن الله في شرم الشيخ في مصر، إلى أي مدى أنت تجد التنظيم الإدارة طرح الموضوعات، إلى أي مدى أنت مطمئن بشكل أو بآخر لتنظيم مصر لهذا الحدث العالمي المرتقب ألا وهو قمة المناخ؟ يعني طبعا من الناحيه التنظيميه ومن الناحيه اللوجستيه ارى ان مصر نجحت فعلا، وده فعلا زي ما حضرتك بتقولي هو عباره عن يعني بروفا لما هو قادم على مستوى يمكن يكون اوسع شويه، ولكن في نفس الوقت والاهم هو فكره الوعي وفكره ارسال رسائل للمؤتمر القادم
انه شعوب العالم وبالذات الشباب اللي هو هيعيش الفتره القادمه اللي فيها مخاطر، وهو اللي هيتعرض لموضوع يعني اختلاف المناخ وغيره من الصعوبات والتحديات، ان هو معني بهذا الامر وان هو قلق من انه القاده لم يستطيعوا حتى الان مواجهه هذه التحديات. وبالتالي اشوف انه انعقاد المؤتمر الشباب في هذا الوقت وبهذه او بهذا العنوان اعتقد ان هو امر مهم جدا ورساله قويه للمؤتمر القادم في شرم الشيخ الخاص باجتماع الاطراف في تغير المناخ. اعتقد ان ده تمهيد جيد له وفي نفس الوقت تحفيز للمؤتمرين في الفتره القادمه انه يكون في فعلا عمل جاد وعمل دؤوب من اجل حمايه شبابنا في فتره قادمه يعني قد يتعرضوا فيها فعلا لمخاطر شديده نحن لم نتعرض لها في الماضي. نعم. في علم السياسة سيادة السفير هناك ما يطلق عليه بصياغة العلامة الوطنية للدول. مصر في منتدى شباب العالم هي تقوم بهذا المفهوم وهذا المصطلح، فكرة صياغة العلامة الوطنية للدولة المصرية، تغيير الصورة الذهنية عن مصر في أذهان العالم، اتخاذ سياسات ورسم خطط لإعادة رسم وتنميط وصياغة هذه العلامة الوطنية لمصر. كيف ترى هذه الفكرة؟ طبعا اتفق مع حضرتك، مصر مارست اعلى درجات الدبلوماسيه العامه في هذا المؤتمر. مصر قدرت ان هي تضع نفسها فعلا في محط انظار الجميع، وايضا انا بعتبر ان كل شاب من اللي حضروا هذا المؤتمر سوف يعود الى بلده، ويمكن قبل ما يعود حتى هو ارسل اكيد صور وارسل انطباعات لاصدقائه واقاربه في البلد اللي هو جاي منها. وهي دي ميزه هذا المؤتمر انه هذا الشباب يستطيع ان هو يتعامل مع وسائل السوشيال ميديا بشكل في سرعه واكثر يعني تطورا من الاخرين. من هنا انا بشوف ان مصر كانت بمثابه اشعاع لحضاري ثقافي سياسي علمي، واثبتت فعلا ان هي لها مكانه خاصه من خلال هذا المؤتمر، وده احنا بنسميه في الدبلوماسيه دبلوماسيه عامه، بمعنى ان حضرتك مش بالضروره ان يكون في تواصل رسمي ما بين القاده، ولكن ايضا تواصل على مستوى الشعوب، وده حصل فعلا بجداره خلال هذا المؤتمر في شرم الشيخ. نعم. فكرة الدبلوماسية السياسية مفهومة ومعروفة ومتداولة، لكن مصطلح جديد مع هذا المنتدى ألا وهو الدبلوماسية الشبابية. كيف ترى هذه الدبلوماسية التي يعتنقها الشباب بأفكارهم المبدعة الخلاقة وبطرحهم المختلف الغير تقليدي، ويعني كيف تجد تعامل الشباب في تواصل مباشر مع القادة وطرح كل الأفكار والرؤى بشكل حر وجريء في أروقة منتدى شباب العالم؟ يعني حضرتك تتفقي معايا ان مرحله الشباب بصفه عامه هي مرحله البراءه والجراه والقدره على يعني استنباط اساليب جديده من في مواقف كثيره، وده احنا بنشاهده هنا مع الشباب المصري اللي احنا بنختلط به في الفتره الحاليه. وبالتالي عندما يجتمع بقى شباب العالم في مكان واحد اعتقد ان ده بيبقى ذروه الابداع فيما بينهم. وفعلا كلمه الدبلوماسيه الشبابيه انا يعني فعلا يعني ارى ان هي مبدا هام جدا في المرحله القادمه. هؤلاء الشباب عندما يلتقوا الان هم في طريقهم الى الصعود الى مناصب اعلى وفي بلادهم، وبالتالي هيكون هناك لديهم درايه كامله بمصر وبما تقدمه مصر الانسانيه والبشريه، وده في حد ذاته كله يعني بيصب في مصلحة مصر، وفي نفس الوقت بيضع أو بينتج شبكة من العلاقات بين الشباب بعضهم البعض، قد تكون يعني أحد الأدوات لإرساء مبادئ السلام ومبادئ التعايش ما بين الشعوب في الفترة القادمة. فإحنا بنربي أجيال جديدة كلها تمسك بمفاهيم قايمة على فكرة التعاون وعلى فكرة القبول للآخر
بعيدة تماما عن العنصرية أو عن اللون أو عن درجة التقدم في الدولة، كل ده بيذوب في شرم الشيخ. وبالتالي أنا بننسج يعني جيل جديد من التماسك وجيل جديد من التعرف على الآخر وحب الآخر، وده أمر مهم جدا، لأنه في النهاية معظم الصراعات السياسية هي بتقوم على مبادئ يعني دنيا فيها قدر كبير يمكن من الحقد او الكراهيه لنوع معين من البشر او هكذا. وبالتالي نحن اليوم بنضع يعني او بنرسي شكل جديد للعلاقات الدوليه قايمه على افكار المحبه والصداقه والتعاون وقبول الاخر، وده مهم جدا جدا في إرساء قواعد السلام في الفترة القادمة إن شاء الله. نعم سيادة السفير، الجلسة اليوم المتعلقة بمواجهة الفقر وأيضا المتعلقة بالمسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات وضعت العالم أمام مسؤولياته ووضعت المنظمات الدولية أمام مسؤولياتها، وبالتالي فيما يتعلق بالمناطق المتضررة مناطق ما بعد الصراعات، هل هناك خطة دولية واضحة واستراتيجية دولية واضحة لمساعدة هذه المناطق لإعادة إحيائها من جديد وإعادة إحياء الإنسان فيها من جديد، أم هي مجرد تجارب منفردة وتحركات منفردة ودعوات أيضا منفردة يجب أن توضع جميعها في بوتقة دولية لتحرك دولي فاعل على الأرض لمساعدة هذه المناطق؟ يعني طبعا أتمنى أن الكلام حضرتك بقى يصل إلى يعني قادة الدول كلهم، لأنه للأسف حتى الآن ما نقدرش نقول أن في خطة واضحة للمعالم ولها إمكانيات مادية وإمكانيات علمية تستطيع ان هي يعني تعيد مره اخرى بناء الدول التي تم تدميرها خلال الفتره الماضيه، لانه في النهايه البؤس الذي يعني يعاني منه الشعوب او بعض الشعوب تضررت من هذه المشاكل في الفتره الماضيه، اعتقد ان هي قد تكون ايضا بيئه صالحه لخلق موجات جديده من الارهاب والتطرف وكره الاخر. وبالتالي سرعه اعاده الاعمار هي مش بس ان احنا يعني بنعيد الحياه الطبيعيه لهذه الشعوب، ولكن ايضا احنا بنقضي او بننهي فكره ان يكون في موجات جديده من المتطرفين والحاقدين على المجتمعات الاخرى، ويكون في يعني قدر اكبر من الكراهيه ما بين الشعوب. فبالتالي أنا أعتقد أنها مسؤولية جماعية على دول العالم كلها، وفي للأسف دول طبعاً أولاً استفادت من هذه الخوف وهذه المشاكل اللي موجودة في منطقتنا عن طريق بيع السلاح وبيع السيارات وخلافه، وفي نفس الوقت في دول لديها أوهام بالسيطرة والتمدد في مناطق الصراع. فإذا إحنا يجب إن إحنا يعني نحاول إن إحنا نصل إلى حل وسط في من هذه الطموحات، سواء كانت الفائده الماديه التي تحققت عليهم مسؤوليه ان هم يكونوا شركاء اكبر في اعاده الاعمار، وفي نفس الوقت الدول التي تحاول انتهاز الفرصه، فرصه الدول المدمره، وتحاول انها تبسط يعني سيادتها عليها او سيطرتها عليها. اعتقد ان هو يجب العالم يقف امامها بقوه وحزم حتى ان احنا نحاول اعاده الاوضاع الى امورها الطبيعيه لهذه الشعوب. أمامنا مسؤولية كبيرة، أمام العالم مسؤولية ضخمة جدا جدا في الفترة القادمة، تحديات كبيرة، وأعتقد أن مصر بتضع دائما يعني نبراس تطيع الآخرين أن هم يسيروا عليه في حل مشاكل كثيرة، وده ثبت من خلال طبعا جهودنا في حل قضايا كثيرة في الإقليم، زي مثلا موضوع العنف في غزة ما بين غزة وإسرائيل، الوضع في ليبيا، الوضع في سوريا، الوضع في اليمن، كل هذه الأماكن الملتهبة مصر لديها رؤية صحيحة فيها، ويستطيع العالم أنه يتبناها ويستطيع أنه يسير عليها في الفترة القادمة. نعم. في سياق هذه الجلسة الخاصة بإعادة الإعمار سيادة السفير، تم طرح
مفهوم بالتأكيد نريد أن نستوضحه أكثر من حضرتك، ألا وهو مفهوم الدبلوماسية الوقائية في منع نشوب النزاعات أو تصاعد القائم منها وتحولها إلى صراعات. اشرح لي أكثر سيادة السفير هذا المفهوم وكيف تنتهجه الدولة المصرية. طبعا ده موضوع مهم جدا جدا، الدبلوماسية الوقائية أو الاستراتيجية الاستباقية، بمعنى أن حضرتك كدولة ودولة لها يعني وضعها ومركزها كدولة زي مصر، دولة كبيرة في المنتفى ولها إمكانيات هائلة في عدة يعني أو عدة مستويات. أعتقد أنه ده موضوع هام جدا، لأنه تدخل دولة زي مثل مصر مثلا في موضوع فك الاشتباك ما بين بعض الدول وبعضها البعض قبل ما تحتدم الامور وتصل الى نقطة صدام، اعتقد ان ده امر مهم جدا، والعمل على بناء السلام ده امر هام جدا، وده اللي بتتطلب فعلا فكرة الدبلوماسية الوقائية او الاستراتيجية الاستباقية، ان دائما تكون الدولة جاهزة ولديها الامكانيات للتدخل السلمي في مناطق النزاع. وطبعا مصر كانت سباقه في مثلا موضوع مبادره اسكات البنادق في افريقيا، دي جزء منها دبلوماسيه وقائيه او استراتيجيه استباقيه، ان احنا بننشد دائما فكره الاستقرار والسلام والتنميه. وبالتالي مثل هذا النوع من الدبلوماسيه طبعا هو امر للاسف صعب في احيان كثيره، ان حضرتك تقدر تسيطري على طموحات بعض الدول في التدخل في شؤون دول اخرى، ولكن هذا الامر امر مهم جدا، ومصر لديها يعني خبره وحنكه في التعامل مع مثل هذه الامور منذ فتره طويله، مش يعني مصر دخلت في وقف احتدام نقاط التقاء ونقاط يعني صدام كثيره في الفتره الماضيه، وبالتالي احنا لدينا مثل هذه القدره، لان مصر لها مصداقيه ومصر سياستها دائما قائمه على عدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول، وبالتالي كسبت مصداقيه كبيره جدا خلال الفتره الماضيه في امكانيه ان هي تكون فعلا الدوله التي كانت تقدم روشتة او يعني مضامين خاصه تستطيع الدول ان هي تسير عليها وتبطئ من فكره تصاعد اي خلاف وتحد من اثاره وتحد من تضخمه او يعني زياده حدته في احد المناطق الصراع. وده طبعا مصر يعني يمكن اخر موقف كان ما بين منظمه حماس واسرائيل خلال الفتره الماضيه، وقدرنا فعلا ان احنا يعني نسيطر على الوضع بدبلوماسيه منطقيه، ومصر مثلا على سبيل المثال في هذا الشان هي الدوله الوحيده التي تستطيع ان هي تتواجد في تل ابيب وفي رام الله وفي غزة. نعم. وده مرجعه إلى مصداقية هذه الدولة وقدرتها على التحرك السريع ووضع يعني حلول سريعة وتنمية. نعم، يعني بالفعل مصر أثبتت بثوابت السياسة الخارجية المصرية بأنها قوة مؤثرة في العالم ولديها ثوابت، لا أحد يتدخل في شؤوننا ولا نتدخل في شؤون أحد. صحيح. هكذا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. صحيح. أشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، شكرا لك.